ديك له تعرض عليك. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وجزا الله خيرا جميع الإخوة الحضور على هذه الوقفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في موازين حسناتهم. زي ما بين لك الشيخ أبو بكر، هذا الكتاب قال للأستاذ الدكتور الشيخ حسن الشيخ الفاتح الشيخ قريب الله، والطريقة الطيبية القريبية السمانية هي التي تستضيف ناس الخنجر، وهي التي تتولى كبر حرب المنهج السلفي في زعمهم ومحاولتهم. ولكن زي ما قال الشاعر: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، فابشر بطول سلامة يا مربع. إذا أنتم بتتحدون بهذه الكتب الفاشلة والفارغة فأنتم لا تساوون شيئا. والزول ده زي ما قال لك الشيخ كان مدير لهذه الجامعة، واستغل هذا المنصب في الترويج للباطل والشرك والكفر والإلحاد. وأنا من قبل بفتح أي صفحة أفتحها ولو كان عشوائيا بلقى فيها مسألة من المسائل الكفرية التي تكفي وحدها لإبطال منهج الصوفية، وأنه منهج إلحادي كفري، وهو السبب في تأخر الأمة الإسلامية. طيب، من هذه الأمور الصفحة رقم 103، صفحة رقم 103. الصفحة 103 هنا بيتكلم الشيخ على أن سئل الشيخ هنا حسن الفاتح قريب الله، وقالوا له: والوقوف أمام قبور المشايخ أفضل من العبادة. في دليل على الموضوع ده؟ بدأ يبرر. تخيل ده عند الصوفية، تقف قدام قبر حسن الفاتح ولا قدام قبر البرعي ولا قدام قبر الركيني الميت داك ولا قدام قبر أي واحد من الصوفية الهلكوا، ده قال لك أفضل من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى. قال: على ما يستند البعض في دعواهم بأن وقوفهم بين يدي المشايخ أحياء أو أمواتا أفضل من العبادة. قال: كان وما يزال سند من يدعون أن وقوفهم بين يدي المشايخ أفضل من العبادة هو ما ورد عن أبي علي الدقاق. ده إن ثبت عن أبي علي الدقاق، إن ثبت عنه فهذا كلام باطل بل ومعارضة للقرآن كما يأتيك البيان إن شاء الله. أو الفقيه محمد الحسين البجلي حيث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. عشان كده دائما السلفيون إذا تكلموا عن منهج الصوفية وأن مستنده المنامات وأن المنامات ما يشرع فيها من العبادات ليس دين، الصوفية بكوركوا. ليه؟ لأنك أنت بتبطل الدين بتاعهم من أساسه، عرفتها؟ فبيجي يقول لك: النبي عليه الصلاة والسلام جاني في النوم وأداني أوراد جديدة وأذكار جديدة وعبادات جديدة، وده باطل. لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم شنو؟ دينكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في أعظم جمع للمسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قالوا: نعم أو بلى. قال: اللهم فاشهد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالمسبحة السبابة إلى السماء، ويشير وينكت بها إلى الصحابة، ويقولون: بلغت بلغت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم شنو؟ فاشهد. فكيف تاني تجي تقول لي في المنام؟ طيب أنا إذا جبت لي، لو جاك بتاع داعش الفجروا في مصر ديل قبل 3 يوم، مالك يا بتاع داعش مفجر مالك؟ يقول لك: جاني الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم قال لي المسجد ده لابد نديه 2 كيلو بتاع متفجرات. هتحلها كيف؟ تقول له ما جاك ما بجيك، وانت النبي صلى الله عليه وسلم يجيك ليه؟ ولذلك العلماء قالوا ده باب بتاع زنادقة دارين يدخلوا به على الأمة. ويبقى كده الدين ما انتهى وما اكتمل، ما اكتمل الدين لغاية ما أي واحد ينوم
ويجيب دين جديد، أي واحد ينوم ويجيب دين جديد، ويصير الدين ألعوبة بين العباد. عرفتها؟ قال في المنام: فقلت له يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ يا أخواننا ده ما حديث، أي العمل أفضل؟ ده حديث في البخاري ومسلم، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: قلت ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: حج مبرور. مش ده قام قال شنو؟ قال: وقوفك بين يدي ولي كحلب شاة أو كشي بيضة. كحلب شاة يعني مقدار ما يحلب الشاة لو وقفت قدام القبر، يعني ولو مسافة بسيطة، أو كشي بيضة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم البيضة بشوار، الشيء دي ما أول حاجة بتجيب كده، من ناحية نجرية ساكت كده، من ناحية مطبخية، فهمت؟ ما ممكن يا أخواننا البيضة دي تشوي كيف؟ لا كده ورونا أنتوا، والله يا أخواننا الزول ده وقت كان مدير، كان في بجاي، كان في طرمبة قريبة ولا الحاصل شنو، المهم كده نواصل. طيب قال خير، والله كلامي ضحك يا كلامي، والله لو جبت زول أكثر إنسان حزنان في الدنيا قريت له الكلام ده بينشرط من الضحك. طيب قال: خير لك من أن تعبد الله حتى تتقطع إربا إربا. فقلت لو حيا كان أو ميتا؟ فقال: حيا كان أو ميتا. ألا يصدق على هذا الدكتور ولد الاسم محمد حسن الفاتح قريب الله والخنجر والعلاد دل، ألا يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى شنو؟ مقعده من النار. كذب على الله عز وجل وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرد عليه إن العبادة لا يعدلها شيء. ليه؟ لأنه ربنا خلق الخلق لشنو؟ للعبادة. ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء اللغة: وهذا استثناء مفرغ من أعم أحواله، أي ما خلقت العبادة لشيء، الخلق لشيء من الجن والإنس إلا لعبادتي. فكيف الزول ده يكذب ويفتري على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ذكروا في أعلى المقامات في مقام العبودية. ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام التحدي. ربنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية. ربنا ذكروا في مقام الإسراء، ربنا عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الدعوة ربنا قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فده زول مفتري، زول كذاب. من الكلام الغريب أجابه قال: مشكلة بين أحمد الطيب والشاذلي. أضحك مع هذه المشكلة. صفحة 184: مشاكل بين الصوفية وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهمت؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى لا يؤلف بين قلوب هؤلاء الضلال ما داموا ليسوا على عقيدة واحدة. صفحة 184 185. وده شغل النجيط، تتكلم في التوحيد وبين للناس الحق عشان الأمة تنتفع، لكن تجيني بأفكار زي دي الخلافة، وبيجاي ثلاثة من حزب الأمة. أنا ما أعرف الناس ذاتهم، قال لها ما بقوا حزب أمة، منو ذاته؟ تمنو قال لك يتلمى، وده منو قال لك أبقى حزب تحرير؟ أنت لو نجيط داير خلافة تتكلم في التوحيد، يعني أنت لو داير الخلافة والصوفية ديل الجماعة اشتروهم بقوا مؤتمر وطني، أنت فاهم؟ لو جيت دار تمسك الخلافة صوفية بقوموا عليك. عشان كده من باب الفهم بس، لو ربنا سبحانه وتعالى قسم لك فهم، فهمت؟ وما أظن ذلك، والفرصة مفتوحة لك، لو كلامي ما عجبك من باب الفهم مفروض تتكلم في الصوفية، فهمت؟ جايين شارين معهم سماعات وبتاع، أنا لو عندي قروش كان اشتريت لكم صاج، ما عندكم أي موضوع، استفيدوا من زمنكم والله، فهمت؟ نفس الأفكار القاعدة بيجاي دي أفكار الترابية كده. خليني أتم لك المشكلة بين الصوفية، بعد ذاك نرجع بغادي نستخلف معهم شوية. طيب الصفحة 184 قال بيتكلم عن شنو؟ طيب المشكلة بين أبو الحسن الشاذلي ويعني أحمد الطيب، وطبعا ده سماني مدير الجامعة دي، وقال كان براوده أبو الحسن الشاذلي
على انه يدخل الطريقه الشاذليه تابعه للقادريه ويخلي طريقه احمد الطيب، وده قال لك بشدة ما ماسك ابا يفكه، كل ما يجيو معانا ما دار يخش. طيب نشوف الحصر شنو اللي قدام. قال بعد ذاك: فبينما انا في الحجره ليلا يا زوري انت حرام القلوب ولا قال: فبينما انا في الحجره ليلا واذا بالشيخ ابي الحسن اقبل علي وعليه قنباز ما بعرفه من جوخ احمر. ده شنو ده المهم مشيها. قال: وعلى راسي عمامه صغيره مناميه، فجلس وبسط يده الي وقال: هات يدك حتى ابايعك على طريقتنا الشاذليه. فسكت سكت. قال: واذا بالجدار انشق وخرج منه الشيخ احمد الطيب البشير. احمد الطيب ده ضب مارق من الجدار. قال فقال للشيخ ابي الحسن: لا تتعرض لمريدي. ما الشغله دي فيها قروش، وده مدير جامعه ام درمان، وفي ناس بيكونوا مغشوشين بيه فهمته، وفي ناس بيجوا ببراد وحاجات وبيكشحوا فاتحات وبيدعوا الغنمايات، فما ممكن في الكلام والدروي ساكت. قال: فقلت: لا تتعرض لمريدي. قال: هذا مريدي. ده مريدي وده مريدي. يا اخي انت هزار، انت بتريد يا تو؟ مش المفروض يكون السؤال كده؟ لكن اي واحد قال ده مريدي كويس نشوف. قال: فوقعت بينهما المشاجره. المشاجره دي حقيقه ولا مجازا يا صوفيه؟ قال نشوف. قال: واذا به نظر الى البكري نظره هائله، خرج من عينيه خيط نار وصلت الى البكري. مش يا ودا الناس في اسبستون مش اسمه شنو؟ الاولاد الصغار البرال ما اسمه شنو ده؟ كويس؟ اسمه شنو؟ سوبارو ولا اسمه شنو؟ الميم حاجه كده نارو ولا ناروتو، مش في حاجات زي دي؟ كويس؟ انا عندي بنت اختي صغيره بتحكي لي. طيب قال فتباعد عني. قال: واذا برجل اخر اصلح بينهما وقرا الفاتحه لهما. يا ناس. قال: فسالت هناك واحدا: من هذا الذي اصلح بينهما؟ فقال لي: انه الخضر عليه السلام. شوف الكذب ده كيف صوفية كذابين.